Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. قصة السحابة التي أمرت أن تسقي حديقة فلان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجه من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وأأكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه.